السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نهلة زغلول، والنهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الكارديولوجي كيسز في كتاب فاميلي ميديسين اكزامينيشن اند بورد ريفيو كيس 21. A 54 year old male presented to your clinic complaining of dyspnea and fevers. His temperature in the office is 38.5 degrees Celsius and the heart rate is 113 beat per minute with pulse oximetry of 93%. On physical examination, you notice that he had nodules on his fingertips and notice a slight reddish discoloration under his fingernails. On further questioning, he tells you that he recently moved here from a major city and had used IV drugs in the very distant past, by which he means as recently as last month. يعني هو admit he is a IV drug user وعنده fever وعنده dyspnea والheart rate بتاعه سريع والpulse oximeter نازل عن 94% وعنده reddish discoloration under fingernail وعنده nodules on his fingertips. يا ترى النوديوس دي اسمها ايه ويا ترى reddish discoloration ده اسمه ايه ويا ترى العيان عنده ايه اصلا. What do you suspect؟ عيان عنده fever و IV drug user وعنده reddish discoloration under his nail وعنده nodules on his fingertips. تمام. You suspect على طول infective endocarditis. طيب النيل بيد هيموريج او الريد ديسكالوريشن اندر هيز فينجر تيبس اسمه جانوي ليجن. جانوي ليجنز النوديوس اللي عنده على الفينجر تيبس اسمها اوسلرز نودز وهو اي في دراج يوزر. طب ايه هي الدايجنوستيك كرايتيريا اوف انفكتيف اندوكاردايتس؟ تعالوا كده نشوف نمونيك فكرنا بالدياجنوستيك كرايتيريا اوف انفكتيف انتوكارديتس بتجمعها كلمه بي تايمر. في ميجر كرايتيريا وفي ماينور كرايتيريا. ايه هي الميجر كرايتيريا؟ الميجر كرايتيريا اما بلاد كالتشر بوزيتيف فور انفكتيف فور اورجانيزمز تيبيكال فور انفكتيف اندوكارديتس اكبر من مرتين، ممكن يبقى مرتين او ثلاثه، 12 اورز ابارت بين كل واحد لواحد 12 ساعة بين كل كالتشر، والكالتشر بيتسحب 12 ساعة. يعني بيقولك أكبر من مرتين، يعني ممكن مرتين أو ممكن ثلاث مرات. Echocardiographic evidence of endocardial involvement. وهنشوف إيه هي Echocardiographic evidence دلوقتي. يبقى البي for blood culture، الإي for echocardiography. تمام؟ طيب ايه التايمر بقى الماينور كرايتيريا؟ الماينور كرايتيريا تي فور تمبريتشر اكبر من 38 ديجري سيلسيوس اللي هي الفيفر، اي فور اميونولوجيك فينومينا العيان ده الاوسلر سنود زي ما شفناها النوز على الفينجر تيب، ودي بتبقى النودز دي بتبقى بينفول ريزماتوس نوديول اون ذا تيبس اوف فينجرز اند توز اللي هي بنسميها اوسلرز نودز. Painful erythematous nodules on the tips of fingers and toes. Painful erythematous nodules on the tips of fingers and toes. الجانوي ليجن اللي هي بنسميها ايه؟ بنسميها non-painful. الأصلر painful. الجانوي ليجن دي non-painful. Non-painful erythematous macules on the palms of the hand and soles of the feet. تمام؟ دي اللي بنسميها جانوي ليجن او اوسلرز نوديوس. في حاجه اسمها روث سبوتس. ايه هي روث سبوتس؟ اللي هي ريتينال هيموريدج وذ بيل سنتر يو سي ات وذ فاندوسكوبي لما تعمل فاندس اكزامينيشن. تمام. الروث سبوتس اللي هي ريتينال هيموريدج وذ بيل سنترز في الفاندس اكزامينيشن. طيب ايه الايمونولوجيكال فينومينا فور اي ايمونولوجيكال فينومينا؟ اوسلرز نودز اللي احنا شفناها والروث سبوتس في ال الفندس اكزامينيشن، وممكن نضيف لها كمان جلوميريولونفرايتس
العيان ده has evidence of ممكن يكون has evidence of glomerulonephritis وممكن يكون has rheumatologic factor positive اللي هو الروماتويد فاكتور بوزيتيف. الروماتويد فاكتور ممكن يبقى عنده بوزيتيف. دي الايمونولوجيكال فينومين. المايكرو الام فور مايكروبيولوجيك فور مايكروبيولوجيك ايفيدنس اللي هي بوزيتيف بلاد كالتشر نوت ميتينج ذا ميجور كرايتيريا نوت فور كلاسيك اورجانيزمز اوف انفكتيف اندوكاردايتس. الاي فور امبوليك فينومينا يا اما ارتيريال امبولاي يا اما سيبتيك امبولاي يا اما كونجكتيفال هيموريج او اند بينليس سكين ليجنز. تمام دي بنسميها الامبوليك فينومينا. والبينليس سكين ليجنز اللي هي بنسميها الاوسلرز نودز. تمام الاوسلرز نودز دي بينفول بينفول سكين ليجنز. والار فور ريسك فاكتورز. ريسك فاكتورز العين ده يا اما عنده كونجنيتال هارت كونديشن او يا اما عنده بروستاتيك فالف اللي هو فالف صناعي او يا اما اي في دراج يوزرز. طيب ازاي بشخص ال انفكتيف اندوكاردايتس؟ ديفينيتيف دايجنوزس محتاج تو ميجور كرايتيريا يعني بلاد كالشر ويكو او 1 ميجور اند 3 ماينور اور 5 ماينور كرايتيريا. البوسيبل دايجنوزس يعني احتمال ان يبقى انفكتيف اندوكاردايتس 1 ميجور اند 1 ماينور اور 3 ماينور كرايتيريا. تمام طيب العيان بتاعنا عنده كام كرايتيريا بقى في الـ يبقى عرفنا ايه هي النيمونيك بي تايمر البي فور بلاد كالتشر الاي فور ايكوكارديوجرافي التايمر التي فور تمبريتشر اللي هي فيفر الاي فور اميونولوجيك فينومينا الام فور مايكرو بايولوجيك ايفيدنس الاي فور امبوليك فينومينا الار فور ريسك فاكتورز. تمام طيب تعالوا نشوف العيان بتاعنا عنده ايه من ال عنده 3 ماينور ودي بنسميها ديوك كرايتيريا بنسميها ريفايزد ديوك كرايتيريا فور اندوكاردايتس. طيب ايه عنده قد ايه عنده العيان ده عنده 3 ماينور ايه هي ال 3 ماينور عن هي از اي في دراج يوزر عنده ريسك فاكتور وعنده اوسلرز نودز اللي هي بينفول نوديوس على الفينجر تيبس وعنده جانوي ليجنز اللي هي النيل بيد هيموريج عنده 3 ماينور كرايتيريا ناقصه ايه يعني عنده بوسيبل دايجنوزس اوف اندوكاردايتس عنده احتمال ان هو ممكن يكون اندوكاردايتس. امتى يبقى ديفينيتيف دايجنوزس امتى يبقى اكيد ان هو اندوكاردايتس؟ لو لقينا 1 ميجور كرايتيريا. طب عشان نعمل ال 1 ميجور كرايتيريا ده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل ايكو ومحتاجين نعمل البلاد كالتشر اللي هي بي بي اي بي فور بلاد كالتشر واي فور ايكو. طيب السؤال بتاعنا ايه والنكست ستيب ان ذا مانجمنت از اوردر تشيست اكس راي ستارت امبيريك ليفوفلوكساسين اوردر تشيست اكس راي اند ستارت امبيريك سيفترايكزون اند ازيثروميسين اوردر تشيست اكس راي ايكوكارديوجرام درو بلاد كالتشر اوردر تشيست اكس راي ستارت امبيريك بيبراسيلين اند فانكوميسين اوردر تشيست اكس راي اند دو ناثينج اتس بروبابلي فايرال. الاجابه الصحيحه هي سي نعمل تشيست اكس راي ايكوكارديوجرام درو بلاد كالتشر. احنا محتاجين الايكو والبلاد كالتشر بس هنعمل ليه تشيست اكس راي؟ تشيست اكس راي كانت دايجنوز انفكتيف اندوكاردايتس بس بنعمل تشيست اكس راي لان العيان ده فيفرج عشان اكسكلود نيومونيا او ممكن يسسبكت هارت فيلير من التشيست اكس راي. which valves are most commonly affected by endocarditis؟ الفالفز اللي most commonly affected by endocarditis اللي هي left sided valves اللي هي الأورتيك والميترال اللي هي الإجابة E اللي هي A and B aortic valve and mitral valve. بالنسبة revised Jones criteria احنا شفنا النيمونيك بتاعها ال B5 بس تعالوا نقرأ كده اللي هي ايه بالنسبة للميجور criteria يا اما احنا قلنا اكبر من 2 blood culture بينهم 12 ساعة two positive blood culture for organisms typical of endocarditis او three positive blood culture for organisms consistent with endocarditis او serologic evidence of coxiella burnetii اللي هي serologic evidence يا اما antigen يا اما antibody للcoxiella burnetii. تمام اللي هي ده organism causing infective endocarditis. echocardiographic evidence of endocardial involvement include any oscillating intracardiac mass mass بتتحرك في ال on the heart valve on supporting structure على السيبتم مثلا in the path of regurgitant jets على الباث واي اوف ريجرجيتنت فالف
او implanted material without another anatomic explanation. يعني بيقول لك لو في اي ماس بتتحرك جوه القلب، يا اما هتلاقيها على الفالف، يا اما هتلاقيها على السبورتنج ستراكشر في الهارت، يا اما هتلاقيها على البلاد فلو بتاع الريجرج بتاع لو في فالف ريجرجتنت، او هتلاقيها على امبلانتد ماتيريال اللي هو زي البروستاتيك فالف، او ممكن تلاقي كاردياك ابسس او نيو ديهيسنس اوف بروستاتيك فالف. الديهيسنس يعني ان الفالف ده تلاقيه مقطوع او مفصول، تمام، او مقطوع، a new or new valvular regurgitation. يبقى هي يا اما تلاقي cardiac abscess، يا اما تلاقي الفالف الصناعي مقطوع، يا اما تلاقي new valve regurgitation او اللي هو oscillating intracardiac mass، تمام، اللي هو oscillating intracardiac mass، تمام. طيب ايه هي الماينور كرايتيريا؟ الماينور كرايتيريا قلنا تايمر ايه، تي 4 temperature fever، اي 4 immunologic phenomena اللي هي قلنا جلوميرولونفرايتس، اوسلر سينوز، روثس بوست روماتويد فاكتور، ام 4 مايكروبيولوجيك ايفيدنس اوف انفيكشن كونسيستنت وذ بات نوت ميتينج ميجر كرايتيريا، اللي هو نوت اللي هو هتلاقي اورجانيزم نوت تيبيكال فور انفكتيف اندوكاردايتس. الاي 4 قلنا في كمان فاسكولار فينومينا اللي هي الارتيريال امبوليزم اللي او الامبوليك فينومينا، ارتيريال امبوليزم او سيبتيك بالمونار امبولاي او انتراكرينيال هيموريج او مايكوتيك انيوريزم. المايكوتيك انيوريزم ده بيسببه الفنجس، فنجس انفكشن، او يا اما هنلاقي في سيرولوجيك ايفيدنس غير المايكروبيولوجيك ايفيدنس. السيرولوجيك ايفيدنس ده يا اما هنلاقي انتيجين، يا اما انتي بودي اوف انفكشن وذ اورجانيزمز كونسيستنت وذ انفكتيف اندوكاردايتس. يبقى احنا نحفظ النمونيك بتاعتنا اللي هي قلناها اللي هي البي تايمر، تمام، ده تفصيل ليها مش اكتر. بعد كده السؤال اللي بعد كده، which of the following organisms is most common in acute endocarditis. الorganisms the most common acute endocarditis هي الستاف اوريوس والجروب بي ستريبت اللي هي الايه، الاجابه رقم ايه، لكن الالفا هيموليتيك ستريبت والانتيروكوكاي اسوشيتد وذ سب اكيوت انفكتيف اندوكارديتس، مش اكيوت انفكتيف اندوكارديتس. الفانجاي كان كوز برضو اكيوت اندوكارديتس سبيشالي ان اي في دراج يوزرز، تمام. في سؤال هنا عن الهارت فيلير، كاردياك ريسينكرونايزيشن فور هارت فيلير از انديكيتد ان ويتش اوف ذا فولوينج بيشنتس. بيشنت هو هاف ان ايجكشن فراكشن اوف 30% اند از ان اتريال فايبريليشن ذات از ريت كنترولد. ا بيشنت هو هاز ان ايجكشن فراكشن اوف 30% اند از ان اتريال فايبريليشن ذات از نوت ريت كنترولد، مثلا 110 115 بيت بير مينيت. A patient who has an ejection fraction of 30% and a normal sinus rhythm who has an left bundle branch block. A patient with an underlying arrhythmia such as paroxysmal supraventricular tachycardia who is asymptomatic A or B. هو ايه اصلا الكارديك ريسينكرونايزيشن؟ يعني ايه كارديك ريسينكرونايزيشن؟ كارديك ريسينكرونايزيشن يعني is to put blood into the ventricle at the optimum time for function. This يعني ايه؟ يعني المفروض ان احنا نعمل بيسنج للاتريا وبيسنج للفنتريكل، بحيث لما الاتريا اول ما الاتريا يكونتراكت عشان يحط البلد في الفنتريكل، الفنتريكل بعديها على طول يكونتراكت عشان يجيكت البلد. ده اللي بسميه سينكرونايزيشن. يعني ايه سينكرونايزيشن؟ يعني optimizing of function. الاتريا بيعملوا بايه؟ بسينكرونايزيشن، يعني ده ورا ده على طول. الاتريا بيكونتراكت ويجكت بلاد ان ذا فينتريكل، وبعدين الفينتريكل بيكونتراكت ويجكت بلاد في السيستميك سيركيوليشن. طيب احنا محتاجين ايه عشان يحصل الكلام ده؟ محتاجين ان الاتريوم يبقى بيكونتراكت نورمال، مفيش اي اريزميا في الموضوع. لو في اي اريزميا في الموضوع مش هنقدر نعمل سينكرونايزيشن، او مش هنقدر نعمل بيسنج للاتريا وبيسنج للفنتريكل، تمام،
عشان يكون عشان يكونتراكت بسينكرون بسينكرونايزيشن او ب ب ب ب ب بطريقه متتابعه او بطريقه متتاليه او بانتظام. تمام، يعني الموضوع ده محتاج this require atrium to be working properly. ما ينفعش بقى يبقى في atrial fibrillation في الموضوع، ما ينفعش يبقى الاتريا مجنون ونعمل synchronization. ما ينفعش، ما ينفعش يبقى في اي ارزميا في الموضوع، حتى الباروكسيزمال السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. يعني synchronization ده شرطه ان يبقى في العيان عنده heart failure but with sinus rhythm، ده الشرط الموجود. طيب امتى بيبقى ما في ديس سينكرونايزيشن، ما فيش سينكرونايزيشن ما بين الاتريا والفنتريكل؟ لما بيبقى في ليفت باندل برانش بلوك. لما يبقى في باندل برانش بلوك الفنتريكل الكونتراكشن بتاعه بيتاخر عن الاتريا، فهي دي الحاله اللي احنا محتاجين نعمل فيها سينكرونايزيشن علشان الفنتريكل يضخ البلد على طول بمجرد ما الاتريا ضخ البلد في الفنتريكل. تمام، فال البيزك كرايتيريا اوف كاردياك ريسينكرونايزيشن هي لما يبقى فيه ليفت باند برانش بلوك وذ وايد كيو ار اس كومبلكس، والليفت فنتريكولار ايجكشن فراكشن از اقل من او يساوي 30%، والعيان ده عنده ساينس ريزم، والعيان ده لازم يبقى فيه ساينس ريزم. تمام، وممكن يعملوا في الكلاس 3 و 4 هارت فيلير ان نيويورك هارت اسوسيشن كلاس 3. الكلاس 3 اللي هو سيفير ليميتيشن اوف فيزيكال اكتيفيتي، والكلاس 4 اللي هو بي عنده سيمتومز وذ ريست. طب ايه فايده السينكرونايزيشن؟ السينكرونايزيشن فايدته ان انت امبروف اوفرول ابسولوت سيرفايفل باي 2% اند ريديوس ري ادميشنز. تمام، يبقى ايه الفكره بتاعه السينكرونايزيشن؟ السينكرونايزيشن احنا بنعمل بيسنج للاتريا وبيسنج للفنتريكل عشان بمجرد ما الاتريا كونتراكت الفنتريكل تكونتراكت بعديه وبتضخ البلاد للسيستميك سيستميك سيركيوليشن. يعني احنا بنعمل بيسنج للاتريا وبيسنج للفنتريكل. احنا محتاجين نورمالي فانكشنينج اتريا، ما ينفعش يبقى في اتريال فايبريليشن في الموضوع، ما ينفعش اصلا يبقى في اي اريثميا في الموضوع. تمام، بنعملها في حالات ايه؟ في حالات الوايت كيو ار اس كومبلكس وذ ليفت باندل برانش بلوك والايجكشن فراكشن بتاع الليفت فنتريكل اقل من او يساوي 30%، وبنعملها لو في ساينس ريزم والعيان ده كلاس 2 او 3 هارت فيلير اكوردنج نيويورك هارت اسوسيشن. تمام، عرفنا يعني ايه ريسينكرونايزيشن اللي هي في حاله الديس سينكرونايزيشن اللي هي في حاله لو في ليفت باندل برانش بلوك اللي هو الفنتريكل بيتاخر عن الكونتراكشن بتاع الفنتريكل بيتاخر عن الكونتراكشن بتاع الاتريا، فبنعمل سينكرونايزيشن يعني بنعمل تناغم ما بينهم بحيث ايه ده يضخ الدم ورا ده على طول. تمام، في حاجه بقى جديده في التريتمنت بتاع الهارت فيلير. which of the following has been shown to improve mortality in patient with heart failure with reduced ejection fraction اللي هو systolic heart failure. من الحاجات اللي موجودة حاجة اسمها فالزارتان و بلس ساكوبيتريل اللي هو بنسميه انتريستو. انتريستو ده is a combination of فالزارتان اللي هو angiotensin receptor blocker وساكوبيتريل اللي هو بنسميه نيبريلايسين انهيبيتور. النيبريلايسين انهيبيتور انكريز فازو دايليتيشن اند صوديوم لوس. تمام، وشون تو بي افكتيف ان ريدوسينج مورتاليتي فروم هارت فيلير وذ ريدوسد ايجكشن فراكشن. ات كان ريبليس اي سي انهيبيتور اور ارب، وكانت بي يوزد وذ اي سي انهيبيتور لان احنا ما ينفعش نستخدم، لان هي بتحتوي على ارب، ما ينفعش نستخدم اي سي انهيبيتور وارب مع بعض. تمام، امتى بنستخدمه؟ بنستخدمه في عيانين الهارت فيلير وذ نيويورك هارت اسوسيشن من كلاس 2 لكلاس 4 وذ ايجكشن فراكشن اقل من 40 وما جالهمش هيستوري اوف انجيو اديما، ما فيش هيستوري اوف انجيو اديما وذ ارب او انجيو تنسن كونفرتنج انزيم انهيبيتور اللي هو ما عندهمش ميوكاس ميمبرين سويلنج زي الاي ليد والماوس وذ اي سي انهيبيتور اند ادكويت بلاد بريشر. تمام، وقلنا ما ينفعش يتاخد مع الاي سي انهيبيتور. يبقى امتى بنستخدم انتريستو اللي هي الكومباينيشن ما بين ساكوبيتريل والفالزارتان
بنستخدمه ان بيشنت وذ نيويورك هارت اسوشيشن 2/4 كونجستيف هارت فيلير اند ايجكشن فراكشن اقل من 40% اللي ما جالهمش انجيو اديما قبل كده من الاي سي انهبيتور. هو ده الاختيار بتاعنا اللي هو ايه، ده ديكريز امبروف مورتاليتي. في حاجه تانية، في حاجه تانية اسمها كورلا نور اللي هو ايفا برادين. الكورلا نور ده ريديوس هارت ريت وذاوت لورينج بلاد بريشر، بيقلل الهارت ريت وما بيأثرش على البلاد بريشر. is only indicated in heart failure patient who don't reach their target heart rate with beta blocker. تمام، يعني دلوقتي احنا بندي بيتا بلوكر عشان يقلل الهارت ريت في حالات الهارت فيلير. لو الهارت ريت بتاعك ما وصلش التارجت بتاعك اللي هو اقل من 70 في الهارت فيلير، ممكن تستخدم الكورلانور. الكورلانور كان بي ادد تو اي سي انهبيتور اور ارب اور بيتا بلوكر اند الدوستيرون انتاجونست، كان بي يوز ويز دراجز يوز ان هارت فيلير. ات دازنت ريبليس بيتا بلوكر، انت ممكن تضيفه للبيتا بلوكر. و doesn't improve mortality، مش زي البيتا بلوكر بيمبروف مورتاليتي في حالات الهارت فيلير. it supplement beta blocker in patient with heart rate أكبر من 70 beat per minute after maximizing other medication. يعني هو بس بي supplement beta blocker عشان لو ما قدرتش تقلل الهارت ريت للتارجت بتاعك اللي هو أقل من 70 في حالات الهارت فيلير. كورلانور كان also be used in patient who don't tolerate beta blocker. يعني فرض مثلا عيان كل ما تديله بيتا بلوكر، عيان هارت فيلير كل ما تديله بيتا بلوكر بي اي بي اكسسربيت، فمش نافع له البيتا بلوكر، فبتستخدم الكورلانور. بس على علم ان الكورلانور مش بيقلل المورتاليتي زي البيتا بلوكر. تمام، هنكمل ان شاء الله الفيديو الجاي.